عادل الفار يعلن تفاصيل أزمة نجله الصحية. عانى من ألم في الصدر وما تحسن رغم دخوله المستشفى. رحل بشكل مفاجئ بعد ما فشل الأطباء في متابعة تطورات حالته. أعلن عادل الفار وفاة نجله شادي بعد معاناته من مرض صدري استمر لفترة طويلة، فروى إنه ابنه شادي تعرض لوعكة صحية من شهر وبدت حالته تزداد سوء يوماً بعد آخر، ورغم تعبه الشديد لكنه كان بيرفض الذهاب للمستشفى، لكن بعد تدهور وضعه الصحي تم نقله للمستشفى، وكانت آخر كلمات كتبها على فيسبوك قبل رحيله: الدنيا جرى فيها إيه، أنا عايش ولا موت، ودخلت النار، الوقت اللي محتاج فيه لكل الناس يطلعوا يجروا أول ما يشوفوني، وعجبي على صاحب لما يبيع صاحبه. اختارت الأسرة مستشفى الحميات العام بمنطقة العباسية، وتواجد شادي في المستشفى لمدة ليلة واحدة فقط، لكن ازداد وضعه الصحي سوء ولم يستطيع الأطباء إنقاذه. تم إعلان خبر وفاته في اليوم التالي، واعتقد البعض أن الفنان عادل الفار هو الذي فارق الحياة، لكنه رد على هذه الشائعات وأكد أن نجله شادي هو الذي توفي بعد أزمة صحية مفاجئة. عادل الفارمر بأزمات صحية صعبة خلال الفترة الماضية بسبب مشكلات في الكبد، ونصحوا الأطباء بفقدان الوزن الزائد والاهتمام بتناول الخضروات بكثرة ليساعد في علاج مشاكل الكبد. أزمة عادل الفار الصحية تعتبر الثالثة في 2021، حيث تم نقله 3 مرات لغرفة الرعاية المركزة بسبب مشكلات الكبد الكثيرة. أعلن الفار حزنه من تجاهل أصدقائه لمرضه وعدم سؤالهم عليه، ووجه اللوم تحديداً لمحمد فؤاد ومصطفى أمر وإيهاب توفيق، وتقدم بالشكر لنقابة المهن التمثيلية اللي ساندته لتجاوز هذه المحنة. عادل الفار بدأ مسيرته الفنية في فترة الثمانينيات وعمل بالأفراح والملاهي الليلية، ودخل عالم السينما في التسعينيات بأداء دور المونا الأجست، ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتلفزيون، ومن أشهر أفلام هذه المرحلة هستيريا وشجيع السيما وزكية زكريا في البرلمان وفيلم هندي. أما في التلفزيون فقدم الكومي وتسع شارع السلام ودائرة الاشتباه، وكانت آخر أعماله مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال، وتم عرضه في أحد المواسم الرمضانية.